منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتلقى تهاني العيد الأضحى المبارك من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية يستقبل مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصينية الشعبية تعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين. تعديل وتمديد والحجر الجزئي المنزلي من الساعة 11 مساء إلى 4 صباحا على 24 ولاية لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء. وقفة تنديد واستنكار لأطياف المجتمع المدني بمنطقة القبائل ضد التصريحات المرفوضة للسفير المغربي بنيويورك وتأكيد على الوحدة الوطنية. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذا تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم، وبدوره بادله رئيس الجمهورية التهنئة بذات المناسبة، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق دوام العافية والازدهار. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مستشار الدولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصينية الشعبية وانغ يي. جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، وزير الطاقة والمناجم، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزير الأشغال العمومية، ووزير النقل. وبعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية أدلى وانغ يي بالتصريح التالي. قبل قليل تحدثت مع أخنا الرئيس عبد المجيد تبون بشكل جيد وفي جو يسوده الصداقة، حيث تقدم أخنا الرئيس بجانب الصيني بالتهاني بمناسبة ذكرى مئوية لتأسيس حزب الشيوعي الصيني، وأنا كذلك أتمنى للجزائر تطور أكبر في المستقبل. يوم قصد العيد الأضحى، و أتمنى لكافة الإخوة والأخوات الجزائريين عيد سعيد ومبارك. إن الصين والجزائر صديقان عزيزان وشريكان حميمان، وترتبط بين الجانبين ثقة ودعم متبادل. إن الصداقة بين البلدين صامدت أمام اختبارات لتغيرات الأوضاع الدولية وتتزايد متانتها مع مرور الوقت. في وجه الجائحة فيروس كورونا، تتبادل بلدان الدعم والمساندة للتغلب على الصعوبات العابرة، وخاصة أجرينا التعاون وثيقة في مكافحة الجائحة، ونشكر الدعم من قبل جانب الجزائر، ونحن في تقديم اللقاحات إلى الجزائر كدعم قوي، وسنقدم كل ما في وسعنا من اللقاحات مهما كان عدد طالما يحتاج إليه الجانب الجزائري، حتى انتصار الجانب الجزائري على الجائحة في شكل نهائي. وما زالت هناك عدم المساواة والظلم في العلاقات الدولية، وكذلك هناك أحادية الجانب والتنمر. إن الصين والجزائر كدولتين مسؤوليتين وممثلين للدول النامية، سنعزز الوحدة والتضامن للحفاظ على حقوق والمصالح المشتركة للدول النامية، وتعزيز التنسيق والتواصل في الشؤون الدولية وإقليمية، والدفاع عن عدل وعدالة الدوليين، ودفع عملية ديمقراطية العلاقات الدولية.
لأن هذا العام لها معنى خاصة بالنسبة لكلا الصين والجزائر. قبل 50 سنة، يعني في عام 1971، وقفت الجزائر ودول نامية أخرى إلى جانب العدالة ودعم عودة الصين إلى أمم متحدة واستعادة كافة حقوق ومشروع لجمهورية الصين الشعبية إلى مجسم الدولي. أما في اليوم بعد 50 سنة، من اللازم أن نستعرض هذه الخبرة لمعركتنا المشتركة، ولابد أن نعبر عن شكر لجانب الجزائر. وسننتخذ هذه الفرصة لذكرى 50 لتعزيز التبادل، تعزيز الثقة وتوطيد الصداقة وتعزيز التعاون المتبادل المنفع حتى تحقيق التنمية المشتركة. شكرا. مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصينية الشعبية وانغ يي استقبل أيضا من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المطان العمامرة، لتتوسع بعدها المحادثات لتشمل وفدي البلدين. اللقاء كان فرصة لتعميق المشاورات السياسية بين البلدين وتقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية. أملنا كبير وإرادتنا قوية كذلك في أن تقفز هذه أو عجلة الشراكة الشاملة وتحقق مستويات أهم مع توسيع مجالات التعاون بين البلدين إلى قطاعات جديدة، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية التي توجد مشاريع كبيرة ومهمة نعمل على أن يتم جمع شروط انطلاقها على أساس شراكة رابح بين الجزائر والصين الصديقة. وفيما يتعلق بالمسائل السياسية والأزمات الإقليمية، هناك تطابق في وجهات النظر في معظم هذه المسائل وتقارب في وجهات النظر في مسائل أخرى، فناقشنا بكثير من الاهتمام والصراحة مسائل فلسطين، وأكدنا على دعم البلدين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما ناقشنا كذلك أزمة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية ونزاع الصحراء الغربية، كما ناقشنا كذلك دعم الصين للتنمية في القارة الإفريقية، وهي مشكورة على كل أنواع الدعم التي تقدمه للقارة الإفريقية. عملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد-19 والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اتخاذ جملة من التدابير التكميلية التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فإن هذه التدابير ترمي إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية بالنظر إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات المصابة بالعدوى. وتتمثل هذه التدابير فيما يلي: يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة 10 أيام على النحو الآتي: يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 4 صباحا على الولايات 24 الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، بتنا، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تسمسيلت، تيبازا، وعين تيموشنت. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات 34 الأخرى. ويمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي
أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى. في مجال النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز تدابير الوقاية ولا سيما على مستوى أسواق بيع السيارات المستعملة عبر كامل التراب الوطني، القاعات الرياضية والمتعددة الرياضات، دوري الشباب، المراكز الثقافية. في مجال التجمعات والتجمعات العامة، يمدد عبر كامل التراب الوطني منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. ووعيا بالمخاطر التي تمثلها اللقاءات والزيارات العائلية، يدعى المواطنون إلى تجنب الزيارات المنزلية التي تظل عوامل جدية لتفشي العدوى. كما يجب عليهم الحرص ولا سيما بمناسبة عيد الأضحى على تقليص الحركة إلى أقصى حد والامتناع عن التنقلات غير اللازمة، تجنب التجمعات أثناء ذبح الأضاحي، والسهر على احترام إجراءات الوقاية وشروط نظافة البيئة، مواصلة الامتثال للتدابير المانعة لانتقال العدوى من خلال ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ونظافة اليدين. وستدخل هذه التدابير حيز التطبيق ابتداء من اليوم الثلاثاء، وستظل سارية لمدة 10 أيام، حيث كلفت مصالح الأمن بالسهر خلالها على فرض تطبيق التدابير المتخذة بدقة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحيلولة دون تفشي العدوى. تأتي هذه التدابير تكملة لتلك المتخذة بتاريخ 12 جويلية الجاري، والرامية إلى إعادة تفعيل أنظمة الرقابة والعقوبات بصرامة وفقا ما يقتضيه تطور الوضع الوبائي والميل إلى التراخي الملاحظ لدى الكثير من المواطنين. من خلال التخلي الواضح عن الامتثال للتدابير المانعة لانتقال العدوى وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد-19 والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. وأخيرا تذكر الحكومة بأن تطور الوضع الوبائي وعودة العدوى إلى الانتشار من جديد يستوقفاننا جميعا لتعزيز عزمنا على مواصلة الامتثال الدقيق لكل توصيات وتدابير الوقاية والحماية الصحية من أجل التصدي لهذه الأزمة الصحية. ولهذا الغرض فإنها تحث المواطنين والمواطنات على المشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل التراب الوطني. استأنف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مهامه بقصر الحكومة بعد أن أثبتت نتائج الفحص الذي أجري له تعافيه من الإصابة بكوفيد-19. في شأن آخر، أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أمس أن المناورة المغربية الأخيرة بخصوص ما سمته تقرير مصير منطقة القبائل تنطوي على خطورة كبيرة وتستوجب الإدانة، مبرزا أن المخزن خرق جميع القواعد الأساسية للقانون الدولي الذي يكرس مبدأ السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية. وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن انحراف المخزن يعد ذريعة لأجندات تسعى من خلال أهداف خبيثة وغير معلنة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خدمة لمصالح سياسية. وأشار رئيس المجلس الدستوري أن الأمر يتعلق هنا بتعدي خطير على المبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها العلاقات الجزائرية المغربية، وخيانة للعقد التأسيسي لاتحاد المغرب العربي وللاتحاد الإفريقي. هذا وتواصلت ردود الفعل في الجزائر المنددة بالانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب، فبالمتحف الجهوي لتيزي وزو وقفة تنديد واستنكار للمجتمع المدني بمنطقة القبائل تجاه ما سموه بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا من قبل السفير المغربي، مؤكدين على تشبثهم بالوحدة الوطنية. المزيد مع الأخضر كعوان. تنديد واستنكار كبيرين لدى سكان منطقة القبائل بعد التصريحات الأخيرة للسفير المغربي والتي سموها بالانحراف التاريخي والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لبلادنا، مؤكدين بأن الجزائر واحدة موحدة. ندين ونجرم ما صرح به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بتاريخ 14 جويلية 2021، وأننا نؤكد للصديق والعدو
أن الجزائر جزء واحد لا يتجزأ، ونحن كشعب جزائري نتمتع باختلاف الثقافات واختلاف اللغات، وهذا ما يشكل الهوية الوطنية التي لا نحيد عنها، وتعتبر بالنسبة لنا كنقطة قوة لهذا البلد العظيم. الجزائر يوث يوث ولحد واتي واتي فرقا اي لي برومي ا ديفوندر لونيتي ا افوار ديفوندو ا ديفوندر اي سيتساسيون تاع سي توجور لا كابيلي كي فا ديفوندر لونيتي ناسيونال شكرا بوين يسدون اذي بضو الجزائر اما سيس دخلقي يا ماسي فرا اديا في الزرب ذا مقران اش خطر الجزائر ودو شركة كي جيني الجزائر تسد سي ذمن الجزائر وتزميرا راه اتبضو غيمانيس الجزائر تمور في دوكلن الشعب الجزائري اليوم راه واعي ما يجيش واحد من ليتونوجيك اللي خلوه باش يدعوهم الى التفرقه. بلاد القبائل مدت شهداء اللي ضحوا بنفسهم باش تتحرر الجزائر، وكذلك لازم نعرفوا بلي الامازيغيه جزء من الجزائر والجزائر جزء من الامازيغيه. فو اغيتي دو دير بلاد قبائل بلاد قبائل، باسكو انا كامل قبائل، نقدر نكون شلفيه مي انا قبائليه دوريجين، ولازم تعرفوا بلي الشعب الجزائري موحد. نسحس فطاس طاس فين يخدم خاطر يسكشم ديمانيس دي كران تمثال وستنا نارا او فن كنا دي الهوز دي غفلان الساعه الساعه وجدود وجدود مروكيا او فن كنا دي الهون وطاس وطاس بوغورن يسان ما من هنا ديال اسبانيا من هنا ديال الصحراء الاوكسيدونسيو يا با دالجيري سون كابيليا الى قزان بلي ان بليس دو 20000 شهيد يقموثن دي لا كابيليا دونك لي 20000 شهيد هكيا سعن ان سول برينسيب الشهاده لله العلام خضر واحمر وبيض وسعان الارض نكون نحارب في ثمور النار الجزائر يوث الدوكر يزمي راي ونا غيفضو الجزائري كي هو انا ندايفو اللي كتكون دي كلوب اما ليس تمثال تبتاقي وتيقبل راه. فعاليات المجتمع المدني بمنطقه القبائل ذكروا بانهم جزء لن يتجزا من الجزائر، وان ابائهم واجدادهم ناضلوا واستشهدوا من اجل رايه واحده، فكان الرد للنظام المغربي بالتذكير والترحم على من ضحوا سبيلا لهذا الوطن. من جهتها استنكرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ما صدر مؤخرا عن الممثل الدبلوماسي لنظام المخزن بالأمم المتحدة من مزاعم واهية، معتبرة تلك التصريحات مناورة أخرى يائسة من نظام تعود على الانخراط في مسار الخنوع والخيانة والتآمر على دولة جارة شقيقة. كما أعربت كتلة النواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني عن امتعاضها لما صدر مؤخرا عن الممثل الدبلوماسي للنظام المغربي بالأمم المتحدة من مغالطات سياسية وتعد سافر على الجزائر شعبا وحكومة وتاريخا، معتبرة أن هذه الممارسات لا تعكس أبدا حجم الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وأن الشعب الجزائري الأبي الواحد الموحد يعي جيدا ما يحاك ضد وطنه. كما اعتبر حزب المسار الجديد أن تصريحات السفير المغربي عملا عدائيا ضد الجزائر وتدخلا سافرا في شأنها الداخلي، معتبرا إياه موقفا جبانا. ومن جهته دعا المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء إلى وحدة أبناء الجزائر في ظل هذه المؤامرات. سجلت سهرة أمس هزة أرضية بشدة 4.6 على سلم ريشتر على الساعة 8 مساءً و21 دقيقة بولاية جيجل. وقد حدد مركز الهزة ب10 كيلومترات شمال شرق العوانة حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية وجيوفيزياء. وأفاد مدير الحماية المدنية لولاية جيجل أن هذه الهزة لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية، وأن تصرف المواطنين إزاءها كان عاديا وبعيدا عن كل هلع. ومن آية من آيات الله إلى بيت الله الحرام، حيث نفر ضيوف الرحمن إلى مزدلفة بعد أن أمن الله عليهم بالوقوف أمس على صعيد عرفات الطاهر، وهو ركن الحج الأعظم ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون مناسك الحج، حيث تقع بين مشعر منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات
يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الحجرات بمنن، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منن. ومن أفعال البر وكسب الأجر يوم عيد الأضحى المبارك التوسعة على الفقراء والمعوزين بالتصدق لهم من أضحية العيد. الروبرتاج لياسين نقش. في ليلة عيد الأضحى تساءلنا عن معرفة المواطن حول كيفية تقسيم الأضحية وكيف يتصدق بها. تولوت للدار وفو بات خير يعني قادة تولوت أو بين نصيب ربي سبحانه وتعالى داك اللي كذا وتولت الهديه بوبا حتى وذبح وجاك موجد له طريف يدوق نتاعك هو ثاني يجيب لك تاعه هذه نذبحوها نسلخوها ونصدقوا شويه ونخلوا لينا شويه. حتى وان اختلفت اراء المواطنين فان المذهب المالكي قد فصل في ذلك. من معاني هذا العيد ألا وهو التوسعة على العيال وعلى الأهل وعلى الفقراء، عملا بقوله عز وجل ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي سياق الآيات كذلك من سورة الحج فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فجرت السنة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جرى هديه وسنته الحميدة أن الإنسان إذا ذبح أضحيته وتقرب به إلى الله عز وجل أن يجمع بين الإهداء وبين الأكل وبين الصدقة. عيد الأضحى هو يوم من أيام الله، هو عيد للفرح والأكل والشرب والصدقة على الفقراء. ومع كل مناسبة دينية تسهر شركة تسيير واستغلال المحطات البرية سجرال على الرفع من جاهزيتها والتحكم في نقل العدد الهائل للمسافرين عبر مختلف محطاتها من خلال توفير وسائل نقل إضافية مع التأكيد على تطبيق إجراءات الوقاية من وباء كورونا. المتابعة لعبد القادر بن غنو. سخرت شركة تسيير واستغلال المحطات البرية سوغرال بالخروبة 300 رحلة إضافية قصد الاستجابة للمواطن وتجنب الضغط خاصة أيام العيد، إضافة إلى حرص الشركة على تطبيق البروتوكول الصحي. الحمد لله اللقم متوفر وبكل سهولة الحمد لله، مع الجو كان مليح الحمد لله. كل نص ساعة تخرج كار تاع الواد الحمد لله يا ربي، ترونسبور وكاين والغاشي الحمد لله ولاقي فاش يروح وصحة عيدكم وتحياتنا. كما حرصت الشركة على العمل بنظام المناوبة خلال 10 أيام ما قبل العيد لتفادي الاكتظاظ داخل المحطة والحافلات. أمس الأحد 25,000 مسافر على مستوى المحطة البرية للجزائر، وغدوا يكونوا دي بيرمانونس دونك سوديزون افيك لا كولابوراسيون مع مديريه النقل على مستوى مختلف الولايات، يكون دي بيرمانونسي دونك هذا على مستوى مختلف المحطات البريه ماهوش برك المحطه البريه المركزيه للجزائر، مي على مستوى 74 كاروتير. يبقى احترام البروتوكول الصحي في الاماكن العامه هو الحل لتجنب انتقال الفيروس والحفاظ على حياه العائله التي تتوق للاحتفال بالعيد بعيدا عن الوباء. ولتنظيم عملية النحر ومراعاة لشروط النظافة فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نقاطا عصرية لذبح الأضاحي على مستوى كل ولايات الوطن وبالمجان. الروبرتاج لسهام رخي. عيد الأضحى على الأبواب ليبدأ تأهب البعض لعمليات الذبح، فمنهم من تعود عليها في الأحياء ومنهم من يحبذ الذهاب إلى المذابح العصرية المتواجدة التي سخرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال شركة الجزائرية للحوم الحمراء لفائدة المواطنين وبالمجان. بمناسبة عيد الأضحى نظمت شركة اللحوم الحمراء حيث فتحت عدة نقاط بيع على مستوى الوطني، على مستوى ولاية وهران، ولاية العاصمة، ولاية بجاية، ولاية عنابة، حيث قمنا بفتح نقاط منظمة خصوصا باحترام البروتوكول الصحي للتفادي من انتشار وباء كورونا. عملنا
نفس الوقت فتحنا كل المذابح المتوفرة لشركة ألفيار يوم العيد حتى أن الذبح يكون بالمجان. عملية الذبح ستدوم طيلة أيام العيد وستجرى في ظروف صحية وقائية عالية. المذابح تاعنا يعتبروا من معيار الدولي تحت عندنا الـ ACCP هذه العلامة أننا نضمن اللحوم سليمة وصحية. نعم، وهذا تتم تحت إشراف أطباء بياطرة موجودين على مستوى المركبات، وحتى عندنا أطباء بياطرة موجودين على مستوى نقاط البيع. الذبح الجماعي والعشوائي في الأحياء والمجمعات السكانية قد يزيد من عدد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع الارتفاع المتزايد لعدد الحالات، فنحر الأضحية في المذابح العصرية يجنبنا المخاطرة بالنفس. وقد تشكل جلود أضاحي العيد نفايات غير مرغوب فيها، لكنها في الواقع هي مادة أولية ثمينة لصناعة الجلود ومشتقاتها، باعتبارها أحد أهم فروع الصناعة التحويلية بمكاسبها الاقتصادية والبيئية. سهيلة حريرية. يتوقع نحر أكثر من 4 ملايين رأس من الأنعام خلال عيد الأضحى، تضاف إليها 6 ملايين في الأيام العادية، وهو ما يمثل فرصة لمد مصانع الجلود بكميات هائلة من المادة الأولية في حال تثمينها، وعبئا بيئيا كبيرا في حال إهمالها، وهو ما يستدعي إجراءات بسيطة وتعاونا من المواطنين. تلقوا الجلود من جميع نواحي الجزائر، وهناك ممولين مختصين يجمعوها. المسافات لازم تتملح في الساعتين الاولتين، ساعه ولا ساعتين الاولين، ولا وحذاري جامي ليكسبوزي او سولي، ما نستعملوش واسمو الموس باش نسلخوا، والنفخ ما يكونش بالفم ولكن بآلة مختصة لهذا الشيء. وحدة الجزائرية للجلود ومشتقاتها برويبة تسعى هذا العام لاغتنام فرصة العيد لرفع قدرتها الإنتاجية وكمياتها المصدرة. كاع الجلد نستفادوا منه، سواء الجلد القطاع اللي موجه للتصدير ولا موجه للإنتاج المحلي، سواء الصوف اللي نوجهه ثاني نبيعوه، وثاني حتى البقايا نتاع الجلود اللي راك تشوفي فيها هنايا، هذه كاين مؤسسة وحدة راهي على طور يعني باش تنطلق في الإنتاج. بحسب الخبراء أكثر من 100 مليار دينار هو قيمة ما تهدره الجزائر سنويا في يوم عيد الأضحى فقط جراء رمي جلود الأضاحي، التي يمكن أن تكون مصدرا لدر أرباح من العملة الصعبة، خاصة وأن الجلود الجزائرية من الأجود في العالم. وفرحة العيد تكتمل بتوزيع السكنات، حيث نظمت الوكالة الجهوية لعدل بورقلة حفلا لتسليم عقود ومفاتيح المكتتبين بولاية الوادي وسط ارتياح كبير للمستفيدين. فرحة تمت إن شاء الله، إن شاء الله تمت الفرحة اليوم، فرحتي تمت وفرحة أولادي، عندي 12 طفل يا فرح. الحمد لله كلحقنا هذا اليوم، بارك الله فيهم كل هنا، لحقونا وفرحوا عائلات، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله على الأقل نعيدوا عيد مليح العام هذا. أقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية، والحمد لله اليوم راح نستلم إن شاء الله سكناتنا. في موضوع آخر، في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 18 جويلية 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. الورقة لخليدة حجي للي. مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحديثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة
14 تاجر مخدرات وضبطت أزيد من 10 قناطير و52 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 7 كيلوغرامات فاصلة 7 من مادة الكوكايين. حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وحجز أزيد من 51,700 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحٍ عسكرية أخرى. في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعنقزام ورجبجي مختار وجنت 263 شخصا وضبطت 38 مركبة وأزيد من 100 مولد كهربائي و59 مطرقة ضغط وجهازين للكشف عن المعادن وأزيد من 62 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب. بينما تم ضبط 11 بندقية صيد و7000 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي بسكرة أم البواقي وبرج بوريريج. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بأزيد من 44 ألف لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراس تبسة الطارف وسوق هرس. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعنبة، فيما تم توقيف 329 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، غرداية والبيض، أدرار، جنت وبشار. صحيا الآن، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 18 حالة وفاة، فيما تمثل 773 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة التي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. انتقل إلى رحمة الله المجاهد المرحوم الفقيد عبد السلام محمد الشريف إلى جوار ربه عن عمر ناهز 82 عاما. أمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إلى كل أفراد عائلة المجاهد الرمز المرحوم عبد السلام محمد الشريف بتعازيه القلبية الخالصة، رجيا المولى العزيز القدير بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه، إن لله وإن إليه راجعون. وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الزميل حميد محتور عن عمر ناهز 49 سنة متأثرا بفيروس كورونا. الفقيد أب لأربعة أطفال، كان يشغل منصب مسير إنتاج بالمؤسسة العمومية للتلفزيون. وإثر ذلك، يتقدم المدير العام لمؤسسة التلفزيون العمومي شعبان لوناكال بخالص تعزيه لأسرة الفقيد، راجيا من العزيز القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. أدى إذن حجاج بيت الله الحرام أمس الركن الأعظم من الحج بعد أن توافدوا للوقوف على صعيد عرفة وسط أجواء إيمانية وروحانية. الورقة لمحمد سليم حمدي. هكذا تصدح حناجر ضيوف الرحمن في شهرهم هذا وفي يومهم هذا وعلى أرض الله الحرام. القلوب متعلقة ببارئها، زرافات ووحدان جاءوا، ومن كل فج عميق لبوا دعوة ربهم على لسان نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، تاركين وراءهم الأهل والولد والأحبة لأداء الركن الأعظم من الحج الأكبر والوقوف بين يدي العزيز الغفار الرحيم.
في اليوم المشهود في السماوات والأراضين شعثا غبرا لا فرق في إحرامهم بين أبيضهم وأسودهم وذكرانهم وإناثهم وغنيهم وفقيرهم إلا بالتقوى، رافعين أكفهم إلى السماء متضرعين يدعون ربهم صاحب العطاء. فاليوم يوم عطاء ومنى وإجابة لدعوات ظلت عالقة تنتظر الإجابة من مجيب سميع عليم. اليوم يوم عرفة فيه تعتق الرقاب وتغفر الذنوب وتتنزل الرحمات، فاللهم تقبل الدعاء، حج مبرور وذنب مغفور. اللهم آمين. ونختم النشرة بتلبيات وتكبيرات ضيوف الرحمن بمزدلفة ليلة أمس مع تمنياتنا لكم ولكل شعب الجزائر قاطبة والأمة الإسلامية بعيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. لبيك اللهم.